من أسمى البطولات الدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال، ففيها تظهر درجة التضحية والإباء وتعلوها الشهادة والتضحية بالأرواح فداء لتراب هذا الوطن الغالي. فتحت هاشتاجي وفاء العمر وسعاد الحسن استذكر المغردون اليوم ذكرى استشهاد بطلتي المقاومة الكويتية بعد إعدامهما على يد قوات الغزو العراقي الغاشم، فقد عملتا معا في الدفاع عن الوطن الغالي ومقاومتهما الاحتلال العراقي بعد أن انضمتا للمقاومة الكويتية وعرفتا بنشاطهما في نقل السلاح والغذاء. المغردون دعوا الله بالرحمة والغفران لشهداء الوطن الأبرار، مؤكدين على دورهم البارز في الدفاع عن الوطن وتحريره من براثن الغزو الغاشم. أول عنصر نسائي يدخل المجموعة، رفع عليها الرشاش، كانت تضرب كوب الرشاشات ويطقهم. يا عين هلي دمعك علي راحت وانا عنها بعيده، اهني نفسي وبارك يوم قالوا بنتك شهيده. وفاء العامر رمز للمراه الكويتيه في الكفاح المسلح. كلهم ابلوا بلاء حسنا حبا في هذا الوطن.